السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزات. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب التونسي يتأهل الى الدور الثاني من كأس العالم تاع اقل من 20 سنة، يعني بعد ما نقولوا باللي النتيجة ما ساعدتهمش، ونقولوا باللي فرنسا الذي أهل تونس، رغم أن وين نقولوا باللي المنتخب التونسي وين تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الثمن النهائي من كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في الأرجنتين، رغم خسارته أمام الأوروغواي يعني بنتيجة هدف لصفر في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة وحلوله ثالثا في مجموعته، وسيواجه البرازيل في المباراة القادمة في مهمة صعبة بلا شك. انتظر المنتخب التونسي نهاية مباراة المجموعة السادسة والتي أقيمت بعد نهاية مباراته ليتعرف على مصيره، حيث قدم له المنتخب الفرنسي بقيادة لاندريا شوبان يعني هدية ثمينة بانتصاره على هندوراس بنتيجة 3-0، رغم أن المنتخب الفرنسي تلقى هدف منذ بداية اللقاء وطرد لاعبه عثمان كامارا منذ الدقيقة 13، لكنه قلب الطاولة وكان في حاجة إلى هدف رابع ليضمن التأهل على حساب تونس، وقد توفرت لفرنسا العديد الفرص من أجل يعني تحقيق انتصار عريض، ولكن الحظ كان إلى جانب نصور قرطاج. ضمن المنتخب التونسي التأهل حيث كان ضمن أفضل منتخبات التي حلت في المركز الثالث، إذ تنص القوانين البطولة على التأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور النهائي، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في نهاية الدور الأول، وكان من بينها المنتخب التونسي من الذي استفاد من إيجابية فرق الأهداف في رصيده، يعني قياس بفرنسا واليابان كل منتخب منهما في رصيده 3 نقاط، وحصد المنتخب التونسي 3 نقاط فقط من انتصاره على العراق في الجولة الثانية ب3-0 في وقت احتلت فيه الإنجليز صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط أمام الأوروغواي، وأما الأوروغواي وفي رصيده 6 نقاط، وغادر المنتخب العراق بطولة بعد أن حصد نقطة واحدة من تعادله في اللقاء الأخير مع الإنجليز، يعني وين كانت مباراة وين لعب يعني وين نقولوا باللي الإنجليز وين لعب يعني العراق وين لعب أمام الإنجليز، يعني مباراة نقولوا باللي مباراة كانت تاريخية لهم يعني. كانت قضية شابة. تونس أول منتخب على ما أظن أول منتخب يعني في تاريخ تونس يعني في كأس العالم يتأهل إلى الدور الثاني على ما أظن. شوبير ما هدرتش على لي اسمها يا ودي، هدرت البارح هدرت تعليم 3 تعليم فيديو هاو بين بعد ما هدر عليهم أنا هدرت عليهم ودرت لكم فيديو وقلت لكم اللقب يقترب من اتحاد العاصمة، قلت لكم الاتحاد يفوز على نادي في ذهاب نادي تنزانيا في ذهاب نصف النهائي، قلت لكم باللي بالشيخة ها صحيح ها بزاف كاش موضوعي هي مباراة كانت مباراة تاع تونس كانت مليحة مباراة كانت مليحة كان على بالك مالغري نورمالمون كانوا نورمالمون يحوسوا على الربحة ويحوسوا بصح ما الانهزام تاعهم لولا فرنسا يعني المهم هي فرنسا بعد كانت تحوس باش تربحها هي كانوا خاسرين فرنسا كانوا خاسرين بريمير ميط وجوال خارج لهم بالحمراء كريستيان الأول عاودوا ولاو في النتيجة هي تونس فاتت فرق الأهداف برك المهم قضية عندهم بارتية مع البرازيل مالغري تبقى صعيبة بارتية مع البرازيل تبقى صعيبة
وشادنا وين حتى وين كيسموهم السينيغال ما داروا والو. السينيغال خرجوا وقيله برومي تور، السينيغال خرجوا برومي تور. شو كيفاش السينيغال خرجوا برومي تور ما داروا والو، خيبوا امل. وين تعرض المنتخب السنغالي لنكسة في نهائيات كأس العالم أقل من 20 سنة المقامة حاليا في الدورة في الدولة الأرجنتين والتي سحبتها الفيفا من أندونيسيا مؤخرا بسبب رفضها لاستقبال منتخب الكيان الصهيوني، وبعد أيام من حصد ناشئين كتيبة الأسود أسود السنغال لقب نهائيات كان. الجزائر ودع المنتخب السنغالي للشباب نهائيات منافسة كأس العالم بعد تعادل أمام منافسيه الكولومبي بهدف لمثله، وغادر بطل إفريقيا الأقل من 20 سنة مونديال الشباب من الدور المجموعات باصمة على نكسة جاءت مبكرة في عرس العالمي بعد سيطرة كرة القدم السنغالية على المنافسة في القارة الإفريقية. وتزين المنتخب السنغال مجموعة ثالثة برصيد نقطتين حصدها إثر تعادل أمام كولومبيا في الجولة الختامية وتعادل آخر قبلها أمام كيان صهيوني بنتيجة ذاتها. وكانت بصح كونت السنغال كونت كونت الكيان كونت كونت الهود كانوا خاسرين 1-0. أنا نقول لكم كانوا خاسرين 1-0، دوزيام ماتش تاعهم خسروه، تروزيام ماتش داروا ماتش نيل. وكانت كتيبة السنغال لفئة أقل من 20 سنة قد استهلت نهائيات منافسة كأس العالم بخسارة أمام منتخب اليابان بهدف نظيف ضمن المجريات يعني الجولة الأولى للمنافسة المجموعة الثالثة. وبعد ترسيم إقصاء بطل إفريقيا المنتخب السنغال ضمن المنتخب كولومبيا ومعه فريق الصهيوني بطاقة العبور إلى الدور الثاني من نهائيات مونديال شباب بالأرجنتين. وأبدى مالك دف يعني حزنه الكبير بعد إقصاء المبكر من كأس العالم، مؤكد أن ارتكاب خطأ فادح أمام منتخب كولومبيا قذف بهم خارج العرس العالمي بعدما كانوا متفوقين في النتيجة بهدف نظيف. واعترف المدرب المنتخب السنغال أن الخطأ ممنوع في المنافسة بحجب مونديال قائلا إنهم سيواصلون العمل رغم الإقصاء للعودة أقوياء مستقبلا. وكان المنتخب السنغالي قد انتزع لقب نهائيات كأس إفريقيا أقل من 20 سنة شهر مارس الماضي في كان مصر 2023، ما جعله يمثل القارة السمراء في كأس العالم للشباب يعني وتأهل تأهل المنتخب نقولوا نيجيريا نيجيريا و كيسموها تاعنا وتونس كونغو وقيلة فين فاتت كونغو فانت المنتخبات حنا لاعبين هذو اللي راهم لاعبين راهم يقدموا في مستويات كبيرة. حنا الحمد لله ربي منتخبات كيما هذو يعني وين يشرفوا افريقيا واحد كيما تونس في الدوزيام تون نتمناو له يعني يكون يعني واجد امام السنغال امام كيسموها البرازيل يعني ان شاء الله بربي. هي لما يخسروا انزلوا قلت اليميني هي بعد جات المفاجاه فرنسا فوتتها والله لا قلت اليميني زي اللي مساكين فاتوا والله. مليحة مليحة مساكين هذه ها شباب هذو ما تفرح لهمش ولا واحد يكتب لي قال لي شو بير قال لي شفتك يا مس يكتب لي فيديو واحد اخر قال لي قال لك كيف انت دير فيديوهات وتشوف هذو دي ميساج نقراهم مقبل نبغي نقصر هكا نبغي نقصر مع خالتي يعني الناس اللي ينتقدوني رد عليهم. يعني انا هدرت على تونس دولة عربية وجوارينا وما هدرتش. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.